قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قد يقول قائل: وهل يستطيع الإنسان أن يتوقى من الشرك الأصغر توقيا تاما بحيث إنه لا يقع منه الشرك الأصغر في حياته قط؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله: وما غتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. فلما لا تقدر على هذا؟ لماذا لا يقدر المرء بإقدار الله تبارك وتعالى له على عدم التورط في الشرك من أكبر وأصغر؟ على المرء أن يجتهد وأن يكون عبدا لله حقا. هذا الإمام البخاري رحمه الله وغيره كثير من علمائنا من سلفنا الصالحين يقول قائل: ما اغتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. ما اغتاب أحدا قط منذ علم أن الغيبة حرام. فالشرك أكبر من الغيبة ولو كان أصغر، كما أنه أكبر من الكذب. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو قالوا في النار، ومع ذلك يقول: هذا أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. فهذا يدلك على عظم هذا الأمر، وينبغي عليك أن تقدره تبعا، وإلا فقد هان على المرء دينه. ولأن الإنسان إذا لم يكن حريصا على نجاته وعلى فتاك رقبته من النار، فمن الذي يحرص عليه؟ إن الإنسان سيلقى ربه وحده، بل إنه يدخل قبره وحده، يتبعه من يتبعه من محبيه وعارفيه، ثم يسلمونه لحفرته ويعودون، وهو وحده الذي يقعد ويسأل: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ هنالك من يأخذ بحديث التلقين وهو حديث ضعيف، يقول: نحن نقوم بتغشيشه كما يصنع الناس في الاختبارات، إذا جاءك الملكان فأجلساك وأقعداك وقال لك: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل: ربي الله يا فلان ابن فلان، قل ربي الله. هذا عبث، وهو مما لا يقبله العقل، فضلا عن أن يقره الشرع.